السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة هعمل معاكم القشطة، هحولها لسمنة بلدي. القشطة ديت انا محوشاها من اللبن، كنت بشيل وش اللبن كل لما بغليه. اللبن البلدي بتجيبيه وتغليه، طبعا ناس كتير عارفين الطريقة دي، وبعدين تحطيه في التلاجة وتاني يوم تشيلي من على وشه القشطة. فانا كنت باخدها وبحطها في الفريزر لحد لما كونت الكميه دي كلها. ممكن تتسيح سمنه، واوقات كمان كنت باكل منها قشطه حلاوه بالقشطه او مربى بالقشطه، بتبقى طعمها جميل جدا، او مع العسل. بس انا النهارده حبيت ان انا اجرب واسيحها، انا اول مره اعملها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا كده طلعتها من الفريزر وسايحة زي ما انتم شايفين، كانت متجمدة طبعا. يلا بينا علشان نسيحها. انا دلوقتي حطيتها في الحلة على نار واطية وهسيبها تسيح براحتها خالص، وهتابع معاكم خطوة بخطوة. بصوا زي ما انتم شايفين كده بدأت تسيح معايا، وهسيبها براحتها خالص خالص. بصوا بتسيل معايا شوية بشوية على النار واطية. بصوا يا جماعة ابتدت ان هي تتنزل مية. بصوا في مية اهي بدأت تخرج منها، وبرضو على الوش في شوية سمنة كده. بصوا يا جماعه بدأ ان هو بدأت تطلع المرطه اهي. انا كل شويه بقلبها طبعا علشان المرطه بتبقى لازقه تحت عشان ما تتحرقش. ريحتها حلوه قوي زي السمنه البلدي بالظبط. ريحتها حلوه جدا 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 جدا. كل شوية بقلبها كده علشان المرطة بتلزق ممكن تتحرق. ودي وسط المرطة.
حاجة حلوة قوي. المرطة دي بقى ايه، تتحط في سندوتش كده تتاكل، تبقى تحفة. بصوا السمنة، حلوة قوي كده. هي خلاص استوت والمرطة رقدت تحت والسمنة هي فوق، هحطها في البطرمان وارجع لكم تاني. وهنا انا صبتها في البطرمان، عملت معايا البطرمانين دول، وكان الكمية مش كبيرة قوي، بس انا اول مرة اعملها. يعني هما تقريبا البطرمانين دول كيلو تقريبا، ومرطة عملت لي مرطة كتير، حطيت عليها ملح مرطة، تحفة، طعمها حلو جدا وطريقتها سهلة قوي زي ما انتم شفتوا كده. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وهي دلوقتي اهي لما تبرد بقى هوريها لكم بقت شكلها عاملة ازاي. وهنا بعد ما بردت دي شكلها من جوه، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.